أحسنت يا ابن الربيع، أحسنت في طاعتك يا مولاي. أحسنت لشجاعتك وأقدامك على أعدائك بإذن الله يا مولاي. فيك شيء من صلاح. هو لك يا مولاي. ويحك يا ابن الربيع، ما تركت لربك شيئا. قل لي يا أبو وهب، ما أشد البلاء؟ معاداة العقلاء. ولهذا لا تعادينا وتحرص دائما على مجالستنا. ما دفعني إلى مجلسك يا مولاي إلا شوقا لتلمس البلاء؟ ويحك يا أبا وهب، أتظن هذا المجلس مجلس بلاء ومولاك يجلس فيه؟ أقول عنه مجلس نعيم وأنت فيه؟ أخبرني يا أبا وهب، أيكون للبلاء شيء آخر غير معاداة العقلاء؟ أجل يا مولاي. ما هي؟ مسألة البخلاء. أترانا نبخل عليك؟ والله ما سألتك يوما حاجتي، إنما أسأل من هو أكرم منك ومن مولاك. دعه يا ابن الربيع، قل لي يا صاحبي يا أبو وهب، وما غير ذلك من البلاء؟ نصيحة الخبثاء للؤماء. وكيف اكتشفت لؤمي؟
لأنك تأكل من طبق الفاكهة دوننا جميعا. إنما هذا بخل وليس لؤما يا أبا وهب. لو كانت الثمار من نتاجك يا مولاي فهو بخل دون شك. أما وهي من صنع الخالق وتحبسها لنفسك فهذا هو اللؤم بعينه. خذ خذ عظنا ثمنا لما أخذته يا أبا وهب. أخاف أن أخطئ في الوعظ يا مولاي فتعاقبني. نعطيك الأمل. أخطأت مرتين وأخشى أن أخطئ بالثالثة. ما خطأك في الأولى؟ حدث وقلت وقاض في النار بدلا من أن أقول وقاضيان في النار. مولاي. والثانية يا أبو هب؟ قلت إن التجار لفي جحيم. اسمع يا رجل، أقسم أنك لم تكون واعظا في يوم من الأيام وإنما رجلا محتالا ومختلا. مولاي ما كنت محتالا ولا مختلا، بل أنا بمنزلة بين المنزلتين. بارعة يا بارعة، ما بك تصيح كمن أصيب بالصاعقة؟ بارعة ما بك؟ تقدمي إلي. قلت لك تقدمي إلي. أنا تقدمت، ما الذي تريده مني؟ اجثي على الأرض. قلت لك اجثي على الأرض. هيا. ها قد رفعت. حسنا فعلت. انظروا إلى قدمي. ها قد نظرت، ما بهما يا بشر؟ ألا يشبهان قدمي أمير المدائن؟ بل يشبهان خفي ناقة بارعة. نعم. إلى أين؟ ما الأمر يا بشر؟ اجثي مجددا. قلت لك إنهما يشبهان خفي ناقة، لا بل قدمي أمير المدائن. أحسنت، هذه هي البداية. ما زلت واقفة يا بارعة، ما بك؟ ألم أقول لك اجثي؟ كم تمنيت أن أتزوج رجلا بلا قدمين. ودي الأصابع يا بارعة. إنها بعدد أصابع الوالي. كذبت يا بارعة، للوالي 4 أصابع في قدمه اليمنى و6 أصابع في اليسرى. سبحان الله، ما فاض من اليمنى زاد باليسرى، محظوظ ذلك الوالي. بل إنه سيء الحظ يا بارعة، لأن ما نقص في قدمه اليمنى كان نتاج سعيه على الرمال الحارة في إثر إبل الخليفة التي شردت في الصحراء. وكيف زاد الإصبع في قدمه اليسرى؟ من أثر الضرب المبرح عليها عندما لم يجد تلك الإبل الضالة. إلى أين يا بارعة؟ سآتي بجبر كي أشعل الموقد. ليت النار أكلتك دفعة واحدة، لم أكمل حديثي بعد. أي حديث هذا وأنت تظن نفسك في سدة الإمارة في وقت ما زلت فيه مجرد إنسان تشبعك كسرة خبز وقصعة حليب؟ تشبعني لأنني لم أمسي أميرا بعد. أقسم لو تحقق لي ذلك لملأت الدار ذهبا. تعقل يا بشر، بالأمس جاءك قوم ذبحت لهم شاة نحن بأمس الحاجة إليها. يدعون أنني أميرهم. يخدعونك ليملأ بطونهم فقط. اذهبي اذهبي وأحضري الجمر. اذهبي إنني جائع. هيا اذهبي. هيا. سيطول انتظارك، قافلة الشام مرت منذ زمن. إني أنتظر قافلة الحجاز، وما عساي أفعل غير ذلك. لو أستطيع مساعدتك لساعدتك، يجب أن أصل البصرة ثم أعرج على بغداد. عمل مضمن لكنني مجبر عليه. وما يلزمك على ذلك؟ الحظوة التي ألقاها من الخليفة وولاته. أمس لدي ما يفوق 500 دينار،
عدا ما أملكه من مئات الدراهم وألوف الدوانك. ما بك يا امرأة؟ أين غنمك؟ ذهب إلى مرعاه. ومن يرعاه يا بش؟ صاحبي. ومن صاحبك؟ صاحبي الذي يلازمني وألازمه. أتقصد كلبك؟ ومن يا ترى سيكون أكثر وفاء منه وأخلاصا؟ ها؟ ألطم وجهي، ألطم وجهي يا بش. الذي تفعلينه يا امرأة؟ هل مسك الجنون؟ هيا انطلقي إلى عملك، هيا. أقسم إنك مهبول. قلت لك انطلقي إلى عملك، هيا. لن أنطلق حتى تنطلق الآن وراء غنمك. ما عدت أحتمل يا بارعة، ما عدت أحتمل. ما الذي أصابك يا بش؟ صراع في داخلي يمزق صدري يا بارعة. بارعة، دعيني أسألك، من أكون أنا؟ أجننت يا بش؟ أبدا، ولكنني أسألك. أنت بشر بن جعاف ومن المدائن. ما قصدت هذا يا بارعة. ماذا تقصد إذن؟ أقصد، هل أنا راعي غنم أم أمير في الفيافي؟ ومن أين أتتك الإمارة يا بشر؟ من أمي. أمك؟ وقد كانت تحلم بجلد شاة تجعلها فراشا. بارعة، إياك والسخرية. لقد حلمت أمي مذ كانت تحملني بأنها كانت تحمل أميرا. حبذا لو ولدت بعيرا. تعالي، ماذا قلت يا بارعة؟ قلت أنت لق وراء غنمك قبل أن تأكله الذئاب. لا ردك ولا رده الله. ماذا قلت يا بشر؟ قلت لا ردك ولا رده الله. إذا من أين نرتزق؟ مما تدره علينا دار الإمارة. عدنا إلى دار الإمارة. ألا يحق لنا أن نحلم بأننا في دار الإمارة يا بارعة؟ دعني منك ومن أحلامك يا بشر، أريد أن أجهز الطعام. يا بارعة، ليتك تعلمين مقدار الطعام الذي يقدم في دار الإمارة أو الأموال المكدسة في الصندوق هناك. لقد شاهدت هذا بأم عيني وإذ كنت صغيرة برفقة جدي. أسمعتني هذا مرارا يا بشر. اسمع يا بشر، إما أن تلحق بغنمك الآن أو أن أتولى أنا هذا. أنت؟ أجل، وهل يجوز أن يترك الغنم في عهدة كلب؟ وهل ترينني أحمقا لكي أترك ثروتي في عهدة كلب؟ إذن في عهدة من تركتها يا بشر؟ في عهدة عابر التقيته على فم الوادي. ثكلتك أمك يا بارعة، ثكلتك أمك قبل أن تصبحي زوجة لهذا الرجل. أيخيفك سيفي؟ ومما أخاف؟ قل لي يا بشير، أتحب مولانا الأمين؟ لقد وقعت يا بشير في شرك لم تكن تتوقعه. أسألك المرة الثانية، أتحب مولانا الخليفة؟ بالطبع، بالطبع أحبه. إنك تكذب للمرة الثانية. لا أخفي أني أناصبه العداء سرا وفي العلن أحيانا. وما الذي يدفعك إلى معاداته؟ ما يدفعك إلى محاباته. أنت بحاجة إلى كيس من الدراهم؟ 2-3؟ اقترح. لا أحتاج إلى كيس من الدراهم كي يغلق فمي.
كنت مخبولا مثلك ذات يوم، إلى أن فاجأني الحظ عندما تلمست الثراء في دار الخليفة وولاته. صدقني يجب أن تصاحب السلطان لتكسب النعيم. نعيم؟ أي نعيم تقصد؟ نعيم الدنيا أم نعيم الآخرة؟ صعود السلم يبدأ من الدرجة الأولى. الدرجة الأولى. كان ينقصنا في آخر المطاف ثورة المدائن. قل يا ابن الربيع، ما الذي يدفع هؤلاء إلى الثورة؟ الدسائس والوشايات يا مولاي. الدسائس والوشايات. من يدس ومن يشي؟ والله ما عدت أعلم من يدس ومن يشي، وكأن خباء للعقارب هاج دفعة واحدة. نعالج الأمر يا مولاي. كيف؟ نبعث من يؤدبهم ويعيدهم إلى الصراط المستقيم. أسلوب فاشل يا ابن الربيع، أسلوب فاشل. لا يخمد نارا ولا يعطي ثمارا. مولاي، أتصور يجب أن نعرف من يدس ويحرض الناس. وعلى من يقع هذا الأمر؟ بالتأكيد على والي المدائن. وأين هو من كل هذا؟ لعله تراخى قليلا فحدث ما حدث. تراخى قليلا، لعله تراخى قليلا فحدث ما حدث. لكنه مخلص ويتفانى في خدمتك وخدمة عرشك يا مولاي. يتفانى؟ يتفانى ويحدث كل هذا في ولايته؟ الكل يتفانون، الكل. قل يا ابن الربيع، أين التفاني؟ أين يكمن الولاء؟ مولاي، ما يحدث فقاقيع في نار. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق أن يرضي الناس جميعا. صدقت في هذا يا ابن الربيع، صدقت. ولكن والله لم يشهد والدي طيلة حياته ما أشهده الآن. السبب واضح يا مولاي. وما هو يا ابن الربيع؟ لو سمح لي مولاي لقلت. أتاني أخي المأمون. أجل يا مولاي، مولاي المأمون، عندما تنقسم الأمة تكثر الدسائس والوشايات. دعنا نعالج الأمر. لمعالجة الأمر يا مولاي سبيلان. إما عزل الوالي، وإما إخماد الثورة. ولماذا لا يكون هناك سبيل ثالث يا ابن الربيع؟ سبيل ثالث؟ نطلع على أحوال هؤلاء فنعطي ونقتص ونسامح ونتعايش. هيا 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 انتم اذهبوا عني، اذهبوا عني. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل لي بشربة ماء يا هذا؟ طلبت شيئا لست بمالكه ولا منزله، سأتي لك بالماء. حسنا. الحمد لله. تصور إنسانا يطلب ماء فلا يجده. بل تصور أن يطلبه إنسان فيمنع عنه على الرغم من عطشه. وكيف يمنع عنه؟ بقوة السيف. لا لا، لن يحدث هذا يا رجل. بل يحدث.
عندما تتعاظم شهوة القتل عند الإنسان فيصبح قلبه أشد من الحجارة قسوة وانتقاما. من الحجارة ما ينشق منها الماء، ومنها ما هو وقود جهنم. تعجبني نباهتك. قل لي، هل أنت من أبناء الكرخ؟ أتعرف أحدا منهم؟ لا، إنما بلغني عنهم ما يكدر القلب. وما الذي بلغك عنهم؟ يناصبون العداء لمولاي الخليفة. هل تجيد الزرع يا هذا؟ ورثت هذا عن أبي في كرمنشاه. وما الذي ألفته في زراعتك؟ ألفت الشجرتين المباركتين، التين والزيتون. دعني أسألك، هل زرعت تينا فأنبت عوسجا، أم غرست زيتونا فأعطى صبارا؟ يويا فهمت الجواب، سأعود إليك ريثما يتسلم مولاي الرقاع الذي أحمله. هيا. الحمد لله. تفضل. ما هذا؟ ماء لتشربه يا بشر. أترينني طلبت الماء يا بارعة؟ سأعيده إلى مكانه إذن. بارعة، إلي بشربة ماء. هيا هيا هيا. لماذا تشتمينني يا بارعة؟ أنا؟ طبعا. ويحك يا بشر، أتحركت شفتاي؟ إن لم تتحرك شفتاك فإنك تشتمينني في قلبك. خذي بارعة. ويحك يا بشر، ألا تجيد إلا هذه الكلمة؟ وأجيد كلمة الأبلق أيضا. ومن يكون الأبلق؟ الكلب الذي يرافقني في ذهابي وفي إيابي. بارعة. يا إلهي يا إلهي، خذني وأرحني. وبراحتك تكمن سعادتي يا بارعة. ما الأمر يا بشر؟ أعيدي كل هذا إلى مكانه. هيا. أزعمت الحليب يا بشر؟ لم أعد أتوق لمثل هذا الطعام كله. هيا. إلى ماذا تتوق إذن؟ إلى الطعام الذي يقدم على موائد الملوك؟ لقد عدت إلى هذيانك إذن. هذا ليس هذيانا يا بارعة، كل ما يفصلني عن دار الإمارة بضع مئات من الأذرع. أمست الإمارة في المدائن بمهب الريح يا بشر. ماذا تقولين يا بارعة؟ ألم تسمع بالذي يحدث في المدائن؟ والله ما سمعت إلا ثغاء الشاة ونباح الكلب. يقولون إن جمعا كبيرا من أهل المدائن قد خرجوا ليزيح الوالي عن مكانه. اقترب الفرج إذن يا بارعة. عن أي فرج تتحدث؟ حدقي يا بارعة، ترى أتطأ هاتان القدمان دار الإمارة يا بارعة؟ السلام على مولاي الأمين. وعليك السلام، ما وراك؟ مشكلة المدائن يا مولاي. ولكننا أخمدناها وانتهى الأمر. نعم، لكن الجمر ما زال تحت الرماد. هذا؟ الجمر تحت الرماد؟ نعم يا مولاي، ولكن توصلنا إليه. ممتاز، وأين هو ذلك الجمر؟ إننا نلاحق قادتهم. ماذا؟ تلاحق قادتهم؟ نعم يا مولاي، ولن يستطيعوا الإفلات من أيدينا. بعضهم فر خارج المدائن والبعض الآخر ما زال متخفيا فيها. متخفيا في المدائن وأنتم لم تستطيعوا القبض علي؟ مسألة وقت يا مولاي. مسألة وقت؟ مسألة وقت يا مولاي سعيد بن الربيع؟ الله الله، مسألة وقت يا مولاي، مسألة وقت. ولكن يا اسمعي ابن الربيع، الجمر يتقد بالقرب من الهشيم وأنت تقول مسألة وقت. مولاي أصبط يا ابن الربيع، أصبط. يكاد ملكي أن يضيع وأنا أقف مكتوف الأيدي لا أجيد حراكة. أمهلني أياما يا مولاي وسيكون قادتهم بين يديك. تناهت إليك أسماؤهم؟ بعضها يا مولاي. مثل من؟ قاسم الرقي ويحيى الكوفي ودارم المكي.
ألا يوجد غيرهم؟ أجل يا مولاي، هناك رجل يتزعمهم يدعى بشير بن خفاف الخزرجي. لا أفهم معدن هؤلاء الخزرج، في البداية يدعموننا والآن وفي محنتنا خذلونا. ويقال عن بشير هذا يا مولاي إنه ينهش في عقول الناس كما تنهش السوسة في الخشب. وأين الوالي من كل هذا؟ يحاول جاهدا يا مولاي تدارك الأمر. هذا الوالي من فعلتك وبطلتك، إن أفسد المدائن علي لن أعزله. لا يا ابن الربيع، بل سأخمد أنفاسه. السلام عليك يا مولاي. وعليك السلام، هاتي ما عندك. الحمد لله، زال الورم من خاصرتنا. أخيرا استكانت الأنبار وعادت إلى رشدها. كم كنت قلقا يا ابن الربيع، وهي بوابتنا إلى بلاد الشام. كل هذا بحسن تدبيرك يا مولاي وجميل صنيعك وبحنكة وشدة ميراث والينا عبد الله الفرغاني. صدقت يا ابن الربيع، كان علينا أن نوليه منذ البداية. بقيت المدائن حمى وتزول يا مولاي، وربما تميت يا ابن الربيع، ربما تميت. هذه بشراك. أدامك الله وأطال في عمرك وسلطانك. لابد أن السفر والجوع قد نالا منك. اذهب واسترح وغدا نراك. أمر مولاي. أين أجد ابن سويلم الفزاري؟ لن تجده. لن أجده؟ هل مات؟ لا. إذا غادر من بغداد؟ لا لا لا. ما الذي حل به؟ لا تخبرني على صفات ذلك الرجل. إنه طويل، طويل القامة. تقصد سياف الخليفة؟ سياف الخليفة؟ لا، سياف الخليفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه قصير، قصير أو ربما معتدل. معتدل؟ معتدل. إذن هو الخليفة بعينه. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربما أقع في فخ لن أنجو منه. أرى الحيرة بادية على وجهك. أمام النزل في هذه المنطقة؟ النزل كثر، ولكن لن تجد ضالتك في أي منها. أو تعرف ضالتي هذه؟ أنت تبحث عن رجل تعرفه سابقا. أصبت. وتخاف أن تبوح بشيء في داخلك. هذا الرجل يقرأ مكامني، ألا يكون من جواسيس الخليفة؟ عادت إليك حيرتك. سآتيك ببعض الطعام ليساعدك على جوعك. لا لا، دعني أذهب. إلى أين؟ إلى نزل أنام فيه من الأجفني. أنت حر بما تقوم به، ولكن لن يدلك النزل على الشخص الذي تبحث عنه. أو تعرف أنت هذا الشخص الذي أبحث أنا عنه؟ ربما. دلني عليه. تأكل أولا. أكل أولا. أما كان من الأجدى يا بشير البقاء في المدائن والموت فيها على هذه المغامرة التي لا تعرف نهايتها وعواقبها؟ Thank you.
بارعة، كان علي أن أكون في دار الأمير يا بارعة. وأي أمير تعني يا بشر؟ أمير المدائن طبعا. أمير المدائن يقيم مأدبة لعلية القوم، وما أنت منهم يا بشر؟ والله ما كانوا بأفضل مني يا بارعة، لهم أرجل يمشون بها ولي قدماني أعد بهما كضبي خائف. إيه، لهم أيدي يأكلون بها ما لذ وطاب من شواء ورز ولحوم، وليداني أيضا. إذن ما الذي يفصلني عن مأدبة الوالي يا بارعة؟ تكلمي. لسانك. لساني؟ أجل لسانك. لهم ألسنة تلهج بالمديح والثناء، ولك لسان لا يجيد إلا شتم بارعة. بارعة؟ لم أكمل حديثي بعد. بما ستحدثني يا بشر؟ أها، سأحدثك يا بارعة بما يشبه الحلم. أتكون أمك قد أتتك لتبشرك بمنصب الوالي؟ الحمد لله. أتشكين في حلم أمي يا بارعة؟ ها؟ بارعة، ما تفوهت بعد. أخبرني يا بشر، أكنت تحلم وأنت تتكئ على عصا أم على حجر؟ حلمت أنني في قصر الخليفة. الخليفة دفعة واحدة؟ وحلمت أنني أتبختر وسط حفاوة بالغة، من هنا قارع الطبول والدفوف، ومن هنا نافخو المزامير والأبواق، وأنا بين هذا وذاك كتيس ماعز طال قرناه وصلبت قوائمه وتهدى كبرياؤه، وهو يحرك ذنبه يمنة ويسرى، والمعزى قوافل لا تنتهي، وفي النهاية مائدة زاخرة ما تذوقت منها شيئا. أيكون الخليفة لا يحب التيوس يا بشر؟ هذا لأنني هويت دفعة واحدة عن الشجرة التي كنت أخفو عليها. والسلام ختام. أعد ما كتبت يا ابن الربيع. أمر مولاي. أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. من أمير المؤمنين محمد الأمين إلى عبد الله بن ليث الفرغاني والينا على الأنبار. أما بعد، فقد وصلتنا رسالتك وفهمنا مقالتك، فتدبر أمرك، فإن نجحت أبقيناك، وإن فشلت عزلناك، وما نحن لك بملومين بل ناصحين، نبتغي صلاح العام. والسلام ختام. الحمد لله، لقد وصلت الرسالة، بقيت المدائن. أمر المدائن أمر يسير يا مولاي. لا يا ابن الربيع، قطرة ماء تفتت صخرة صماء، وشرارة عابرة تشعل دارا عامرة. الوضع في المدائن يا مولاي هادئ، وكل ما في الأمر أن مجموعة ضالة من الذين خرجوا على دينهم وأغواهم الشيطان فحادوا عن الطريق المستقيم. وأين أفراد تلك المجموعة؟ أرجو أن تطمئن يا مولاي، لقد اختفت وتلاشت وضاعت كما تضيع قطرة الماء العفن في بركة ماء واسعة. لا يا ابن الربيع، لم تتلاشى كما تظن. لا، بل تنقل العدوى إلى من حولها. ما أريده، أولئك الذين يتحركون ضدنا بالخفاء والسر، فهم علينا أخطر من المعروفين. اسمع يا ابن الربيع، حدثتني عن رجل في المدائن ظاهره لنا وباطنه علينا. بشير بن خفاف، إنه يحرض العامة يا مولاي كلما سنحت له الظروف. بشير بن خفاف هذا هو عدونا اللدود في المدائن. بشير بن خفاف؟ أتعرفه؟ أظنني سمعت بهذا الاسم يا سيدي. أين؟ في طريقي إلى بغداد. أمتأكد من ذلك يا سعيد؟ لست متأكدا يا سيدي إذا كان هو نفس الشخص الذي تقصده، لكنني على ثقة أنه من المدائن وأنه يدعى بشير بن خفاف. الأعداء كثر والأهوال كثر،
ونحن نتأرجح ما بين هذا وذاك. تذكرت يا مولاي. ماذا تذكرت؟ تذكرت أنه من أعدائك فعلا. اجلس وحدثنا بما عندك. كان قلقا منذ التقيت به في الصحراء، حاول أن يخفي علي اسمه ومهنته في بدء الأمر، لكنني استدرجته في النهاية وادعيت بأنني ناقم على المولاي، فساعدني ذلك. أظنه من الطالبيين يا مولاي، بل إنني على يقين من ذلك. فهبني يا إلهي صبرت على عذابك، كيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر النار، فكيف أصبر عن النظر إلى كلامك؟ فكيف أسكن في النار ورجاء عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين. يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستعيدين، ويا إله العالمين، يا أرحم الراحمين. الحمد لله. أقسم أنك الرجل الذي كنت أبحث عنه ولم أدري به. بارعة، يا بارعة. نعم. هل هذا هو الزاد؟ وماذا عساي فعله يا بشر؟ وقد أخبرتك أن الطحين يكاد ينفاد، أغلقت أذنيك واسترسلت في طلب الإمارة. كفاك تقريعا يا بارعة، والله ما هفوت إلى الإمارة يوما إلا لأسعدك وأسعد نفسي. رحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده يا بشر. أترينني غير أهل لتولي الإمارة يا بارعة؟ نحن أناس نهفو إلى قوت يومنا. اسمعني يا بشر، كم مرة دعوت للأمير والخليفة فلم يستجب أحد منهما، حتى باتت خزائننا صحراء قاحلة. دعك من هذا يا امرأة، كلما حلمت بالنعيم أقدمت لتغمض عيني. لتفعل ما يحلو لك يا بشر. سأذهب إلى الوالي وأطلب حاجتي. قلت لك لتفعل ما يحلو لك، كل ما يهمني أن أرى الطحين في داري، سمعت؟ إذا كان الأمر كذلك فأخبرنا، ما الذي ستفعله بالأرض التي نمنحها لك؟ سأزرعها يا مولاي وأعتني بها. جميل، ثمارا أم حبا؟ أزرعها ما أشتهي. وإن نلت أنا حصادك فما أنت فاعل؟ لن أفعل شيئا يا سيدي. إذن الأرض لأبي وهب والمحصول لابن الربيع. إذا كان الأمر كذلك حق علي أن أزرع هذه الأرض شعيرا وبرسيما. ابن الربيع، دعنا نكمل ما بدأنا. أود القول يا مولاي إن الرجل الذي نبحث عنه لم يدخل بغداد البتة. وهل بحثتم عنه جيدا؟ ما تركنا نزلا أو خانا أو سوقا إلا وفتشنا فيه، ولم نعثر له على أثر. إذن عاد إلى المدائن. ربما يا مولاي اتجه ناحية البصرة أو الكوفة. اكتب لولاتنا في الكوفة والبصرة والمدائن بالقبض عليه وسوقه إلينا مخفورا. أمر مولاي. هيا. إلى أين تنصرف باكرا؟ لقد أصابني الكولنج يا مولاي. بكل تأكيد سوف تصاب بالكولنج من كثرة ما نهشت وهبشت. إذا كان في نفسك طمعا تعال معي سأطعمك بعضا منه. خسئت خسئت. اتركه يا ابن الربيع، اكتب. أمر مولاي. إلى المدائن والبصرة والكوفة. اكتب. ولكنه يزعجني يا مولاي، يزعجني. أمر مولاي.
هذه دار لن ندخلها بعد، إنها دار من يمتطي قصبة. ماذا تفعلون أمام داري؟ انظروا إلى قصبته، إنها تنهب الأرض نهبا. لما تقفون أمام داري؟ نريد أن نفتش دارك. ليس عندي سوى سلتين وقصعتين وحصير. بل نبحث عن رجل اختفى ونظنه مختبئا في بيتك. كنت عند مولاي الخليفة فأطعمني على مائدته ما يزيد عن حاجتي وأكثر. هلموا معي بالدخول. قبح الله وجهك لدعوة كهذه. هيا لننطلق، ولكن سأعود إليك. هيا تفضلوا بالدخول. بشير، بشير، هذا أنا. احمل سرتك وانطلق حالا، إنما لا تتوجه نحو المدائن. لا أتوجه نحو المدائن، بل سأذهب نحو المدائن. أنا اللي فيها قوما يدافعون عني. لن يدافع عنك أحد، أمر الخليفة قد صدر بإلقاء القبض عليك. هيا لا تخاف، وسأذهب نحو المدائن. انتظر قليلا، انتظر، سأرصد لك الطريق. والله لم أتفوه بشيء قط، إنما يعني أرجوك يا بشر أخبرني. تذكرت أن الوالي قد مر ذات يوم مع مرافقيه بالقرب من القطيع، فملأ الكلب المكان نباحا. تبا لهذا الكلب، لقد أوقعنا في ورطة يا بشر. ورطة؟ عن أي ورطة تتحدثين يا امرأة؟ الورطة التي أنت فيها الآن يا بشر. دخلها يا امرأة، لابد أن حلم أمي قد تحقق يا بارعة. إلا أمك، دعنا منها الآن يا بشر. أرجوك أن تتذكر، هل تفوهت بشيء ضد الوالي؟ لا والله يا بارعة لا. إذن أرجوك أن تحسن الجواب عند الوالي. ها؟ خير إن شاء الله. بشر، أتذهب إلى الوالي بخفة واحدة؟ هكذا أفضل. ويحك يا بشر، أتذهب إلى الوالي وأنت حافي القدمين؟ خذ. إذا كان هذا خفك الأول، فأين الثاني؟ أين وجدت هذا؟ في تلك الزاوية. بما أنك وجدت هذا في هذه الزاوية، فلا بد أن يكون الثاني في الزاويات المقابلة. حرسك الله من العين يا بشر، حرسك الله. إذا أنت الذي تعادين في المدائن. أجل يا مولاي. وتعادين في مجلسنا أيضا؟ والله ما كنت لأعاديك يا مولاي لو حققت لي حلم أمي. ها؟ وما هو؟ أن أصبح واليا على المدائن. كل هذا لأننا لم نجعلك واليا على المدائن؟ خلق الإنسان عجولا. ولكنك أفسدت في الأرض وألبت الناس على مولاي. ما أفسدت قط. تذكرت، أفسدت قدرين من الحليب كيدا ببارعة. ومن هي بارعة؟ زوجتي التي لا تريدني أن أكون واليا قط. ولكنك ألبت الناس على مولاي. ألبت 8 فقط. ها، 8، 8 فوق 8 يصبحون 16، ومن هم؟ نعاجي 8 يا مولاي. أقسم يا مولاي، أقسم، لو زودتني بكيس من الطحين لعدت إلى أهلي مسرورا، ولأحببتك بقدر ما أحببت صاحبي. صاحبك؟ ومن يكون صاحبك هذا؟ الكلب الذي يرافقني في ذهابي ومجيئي. ويحك، أتقول هذا في حضرة مولاك؟ ربيع، لقد حدث هذا مع أبي ذات يوم. الفاتحة على روح أبي الرشيد. والضالي، قل لي يا هذا، أنت ابن خفاف حقا؟ أجل يا مولاي أجل، والدي نفيل وأمي ها خوتعة. يا ابن الربيع،
ما رأيك؟ هذا نتاج عيونك وجواسيسك، أمثل هذا يؤلب المدائن ضدنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من أبي وهب إلى بشير بن خفاف، أما بعد، فإن وصلتك رسالتي هذه حاول أن تغادر المدائن على الفور، فوالله ما أنجاك من سيف الخليفة إلا نقطتان محوتهما من عامل البريد على حين غفلة منه، فتحول بشير بن الخفاف إلى بشر بن الخفاف، ولا أظن الحظ الذي أسعفك هذه المرة سيسعفك مرة أخرى. شكرا لك يا أبا وهب.